اجتمعت لجنة المناقشة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 7/37/881 في 21/2/2023 وذلك في يوم الخميس الموافق 9/3/2023 لمناقشة طالبة الماجستير نورس محمد حكروش عباس بعنوان الرسالة Performance Improvements of Photovoltaic Power System Based on Gorilla Groups Optimization Technique. وبعد دراسة الرسالة وإتمام المناقشة توصي اللجنة بما يلي: قبول الرسالة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها خلال مدة شهر واحد، وبعدها تمنح الطالبة الشهادة وبتقدير امتياز. العنوان وتغييره إلى العنوان الجديد وهو تحسين كفاءة النظام الكهروضوئي باستخدام التقنيات المثلى لمجاميع الغوريلا. ويكلف الأستاذ المدرس الدكتور مخلف كاظم النصراوي بمتابعة التعديلات خلال هذه الفترة. ألف مبروك بابا، ألف مبروك عقبال الدكتورة إن شاء الله. أنا تاجخين.